مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أصدر الرئيس عبد الرب منصور هادي قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في قيادة الجيش الوطني. قضت القرارات بتعيين نائب لرئيس هيئة الأركان العامة وقيادة جديدة للمنطقتين العسكريتين الرابعة والأولى وقائد لمحور العند التابع للمنطقة الرابعة. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه من زاويتين. ما هي الرسائل التي تحملها التغييرات التي أجراها الرئيس هادي في تركيبة الجيش الوطني؟ وما هي التأثيرات المحتملة على مسار الوضع العسكري في الفترة المقبلة؟ إذن بعد انتهاء الهدنة التي ولدت ميتة أصلا، وبعد إعلان الجيش الوطني استئناف العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال مع الانقلابيين، أصدر الرئيس هادي عدة قرارات أحدث بموجبها تغييرات جديدة في تركيبة بعض المناطق العسكرية وهيئة الأركان وقيادة محور العند. التغييرات التي جاءت حسب البعض متأخرة نوعا ما بالنظر إلى مستوى أداء بعض المناطق العسكرية في الفترة الماضية، فتحت الباب أمام الكثير من التوقعات لعدة أسباب، لعل أبرزها طبيعة الشخصيات التي غيبتها وحملتها التغييرات إلى المواقع الأمامية في قيادة الجيش الوطني. نتابع تقرير الزميل ياسين التميمي، ومن ثم نعود للبدء بنقاش موضوع هذه الحلقة مع ضيوفنا. حزمة جديدة من القرارات الرئاسية، ميدانها الأهم المؤسسة العسكرية الوطنية. تغييرات استهدفت 9 مواقع مفصلية في خارطة التأثير الأهم على سير العملية العسكرية الميدانية في البلاد. فبعد ساعات من إعلان الجيش استئناف العملية العسكرية إثر انتهاء هدنة لم يحترمها الإنقلابيون، جاءت هذه القرارات محدثة موجة من ردود الأفعال اتسقت جميعها مع توقعات بإمكانية أن يترسخ الحل العسكري خلال المرحلة المقبلة كخيار أوحد للحكومة والتحالف بعد الإخفاقات الهائلة في المسار السياسي. هذا المسار الذي يعتبر المراقبون أنه استنفد مبرراته إثر المبادرات التي جردت الأزمة من أطرافها ومرجعياتها وأعادت تصميم مشهد الحرب في اليمن على أنه مواجهة بين التحالف والإنقلابيين. طالت هذه القرارات موقع قيادة العملية العسكرية والمنطقتين الأولى والرابعة، وهذه الأخيرة ينظر المراقبون إلى التغيير الذي طال قيادتها مؤشرا على وجود نية بتحول معركة تعز إلى عملية تحرير كاملة بعد أكثر من عام ونصف من الجمود الذي أظهرته المنطقة الرابعة تجاه واحد من أهم محاورها العسكرية. أخفق الإنقلابيون في استثمار هدنة 48 ساعة الماضية لتحقيق اختراق في تعز وصرواح وميدي إلى حد بدت معه الهدنة المنقضية مجرد غطاء لتمرير أجندة الحرب التي يتمسك بها الإنقلابيون حتى اللحظة، وكانت النتيجة أن ارتد إليهم هذا المخطط هزائم متلاحقة في تلك الجبهات. مع كل موقف دولي يحث على المضي في خط الحل السياسي منعدم الأفق كالبيان الأخير الصادر عن الاتحاد الأوروبي، ينبعث الأمل لدى الإنقلابيين بأنه ما يزال لديهم فرصة لاستثمار الميوعة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة ولو من أجل إحياء الخطة باء بعد أن يستنفد هؤلاء الإنقلابيون كل إمكانياتهم في الحرب. لا يزال مشهد الأزمة والحرب في اليمن فضاء لتجاذب الإرادات بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، لكن يبدو أن التغييرات الرئاسية في المؤسسة العسكرية والتفاعل الإيجابي من جانب التحالف العربي مع التغيرات الميدانية التي تحولت لانتصارات كبيرة ضد الإنقلابيين هما من سيحسم هذا الفصل الطويل من العنف متعدد الأبعاد في اليمن. نبدأ بمناقشة إذن موضوع هذه الحلقة، وينضم إلينا من مركز قيادة الجيش الوطني في مارب رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. أهلا بك سيادة اللواء. أهلا بكم، مرحبا سيادة اللواء. إذن تعيينات جديدة في قيادة الجيش الوطني، الأبرز في قيادة المنطقة العسكرية الرابعة والأولى، ما هي الرسائل التي تحملها هذه التغييرات في هذا التوقيت الحساس؟ شكرا جزيلا. هذه التغييرات جاءت مواكبة لموقف عسكري متقدم على في كل الجبهات، ورد فعل وإن جاء متأخرا كما ورد في التقرير لبعض السلبيات التي شابت العمليات العسكرية أو مواقف بعض القيادات في بعض محاور القتال أو جبهات القتال. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ينتصرون في تعز وينتصرون في الضالع. قبل أشرت إلى نقطة مهمة سيادة اللواء، عندما تقول لبعض المواقف السلبية لهذه القيادات، هل هي مواقف ربما كانت فردية؟ لأنه في الأخير هم قادة عسكريين يتبعون القيادة العليا، يعني هي مرتبطة بشيء ما بخلفية سياسية قد تقول هكذا، ولهذا ولا أريد أن أخوض في هذا كثيرا. ولهذا جاء القرار، هذا القرار
هو لتفعيل العمل العسكري في كل جبهات القتال بما يعزز انتصارات تعز وانتصارات صروح وانتصارات نهم والجوف وميدي وحرب وكل الجبهات. الغرض هو تعزيز هذه الانتصارات للوصول إلى نتائج على المستوى الاستراتيجي تقرب من فكرة إعادة الدولة وهي الهدف الأسمى لكل مكونات الدولة الشيعية. القيادات التي تعين سواء على مستوى المحاور سواء في تعز أو في العند أو على مستوى المناطق العسكرية أو مستوى قيادات بعض الألوية كلها عناصر عسكرية مشهود على مستوى الأركان مشهود لها بالقدرة والكفاءة والتميز والعلاقات يعني الإيجابية يعني على المستوى الشخصي والعملي لدى أوساط واسعة من في المؤسسة العسكرية وحتى على المستوى الشعبي قيادات محل ثقة. لذلك أنا أتوقع أن تكون من أبرز النتائج هذه التعييرات الأخيرة هو أن تكون النتائج فاعلة وحاسمة وسريعة في كثير من المناطق وأهمها الآن جبهة تعز. توقع من قيادة المنطقة أن تتفاعل أكثر وبإيجابية أكثر فيما يتعلق بتعزيز الصمود وفاعلية بإنجازات محور تعز. طيب أشارك معنا في الحديث الأستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي الزميل الصحفي انضم إلينا من عدن. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا وسهلا أستاذ عبد الرقيب. بداية قراءتك لهذه القرارات والأبعاد التي ربما تحملها. التحية لك أخي ولضيفك ولمشاهدي قناة بلقيس. القرارات الجمهورية الأخيرة كانت يعني في توقيتها حملت مضامين كثيرة، حملت رسائل عديدة، هي عملت في شقين. الشق الأول هو تثبيت الأمن والاستقرار وتثبيت دعائم الشرعية في المناطق والمحافظات المحررة، والشق الآخر هي الاستعداد لخوض معركة لخوض انتصارات قادمة ستخوضها الشرعية تبعا للهدنة التي فشلت واخترقها الحوثيون وأثبتوا للداخل والخارج أنهم لا يفهمون إلا لغة الحسم، وبالتالي جاء تعزيز الجيش الوطني بهذه الكفاءات والقيادات المشهود لها في الميدان. معظم الأسماء التي صدر لها القرار سواء في قيادة الأركان نائب رئيس الأركان أو قيادة المنطقة العسكرية الرابعة أو في حضرموت أو القاعدة في العنت هم قيادات عسكرية كبيرة كانت لها بصمات وملاحم ومآثر في فترة تحرير المحافظات في عدن وفي لاحج وفي جبهات كرش، وبالتالي يجري الآن تعزيز هذه القيادات التي تتولى المهمة. أنا أقرأ الصورة كذلك أن الانتصارات التي لكن يا أستاذ عبد الرقيب هذه القيادات العسكرية التي تشيد بها أنت الآن هي موجودة كانت داخل تركيبة الجيش الوطني، لم يحصل سوى تدوير وانتقال من موقع إلى آخر، لكنه تدوير مهم. هذه القيادات اليوم التي تتسلم مناصب أكبر وتقف على رأس المناطق العسكرية كانت ميدانية، اليوم هي التي ستضع الخطة وهي التي ستتابع وهي التي تعرف متطلبات المرحلة. أن يأتي قائد المنطقة العسكرية الرابعة من الصفوف الأمامية من جبهة كرش لكي يكون مسؤولا عن 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 عدن وعن أبين وعن لحج وعن تعز، معنى ذلك أن الصورة صارت مكتملة لدى هذا القائد، وبالتالي فرضت الانتصارات الأخيرة التي اجترحها المقاتلون الأبطال في تعز فرضت هذه التغييرات. وأنا أقرأ هذه الخارطة بهذا الشكل: تغيير المنطقة العسكرية ومقرها عدن، تغيير القاعدة العند على طريق تعز، وبالتالي فرضت هذه التطورات الأخيرة في تعز هذه التغييرات. وأرى أن المؤشر طيب سأعود إلى هذه النقطة لنتناقش فيها موضوع محور العند وتأثيره على
مسرح عمليات تعز، لكن أعود مرة أخرى للواء محسن خصروف. سيادة اللواء، تحدثت أن ربما هذه القرارات تحمل الكثير من التعزيز لما يحدث في الميدان من تطورات مهمة في الجانب العسكري، كيف ستنعكس عملية التعزيز هذه على ما يحدث الآن من مواجهات وربما قتال يمكن وصفه بالضاري بين الميليشيا وقوات الجيش الوطني والمقاومة؟ حضرتك طبعا رجل إعلام ومن الطراز الرفيع، وتتابع أو تابعت بلا شك يعني مواقف كثير من القيادات. قائد منطقة كرش كان من أشد الناس وأكثرهم تفاعلا مع ما كان يجري في هذه الجبهة وفي تعز، وكان القيادات العسكرية حملت لدعم جبهة تعز، وكان يعني يبذل جهود واسعة للوصول إلى الشريجة والرائدة والالتحام المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بالجيش الوطني والمقاومة في تعز. معروف هذا مثلا جواس، قائد عسكري حقيقي مناضل جسور، يعني سطر بطولات نادرة سواء في الضالع أو في منطقة لحج وفي العند على وجه الخصوص. هؤلاء القادة أو هذين القائدين لا شك أن تعيينهما سيكون له صدى إيجابي على جبهات لحج وجبهات الوازعية وجبهات تعز وجبهات كرش وغيرها، كل الجبهات المتاخمة للمحافظات الضالع وعدن لحج ستشهد تغير نوعي أو يعني إنجازات نوعية في الميدان. هذه مسألة ليس فيها شك، لذلك نعول على هذا القرار يعني. كذلك الحال بالنسبة لبقية القرارات الأخرى يعني. طيب أعود للأستاذ عبد الرقيب الهدياني، إذن ربما التعيينات في قيادة محور العند بالتحديد ربما تحمل الكثير من المعاني العسكرية فيما يخص معركة تعز، كيف تقرأ هذه المعاني أنت؟ أخ سامعي، عندما نتابع هذه الأسماء وهي من العيار من الوزن الثقيل، هؤلاء لديهم بصمات وتاريخ ناصع يتجاوز هذه المحافظات، يتجاوز المنطقة، لهم مآثر كبيرة. صارعوا هذه الميليشيات وهي في عقر دارها في صعدة. اللواء فضل الحسن الذي يقود اليوم المنطقة العسكرية الرابعة له مآثر في صعدة، اللواء ثابت جواس له كذلك بصمات كبيرة في صعدة. إذن هؤلاء سيقاتلون هذا الخصم أو هذا العدو، وهم يعرفون من هو وقد خبروه سنين طوال. العديد أو اللواء فضل حسن قدم في جبهة كرش 7 من أقربائه في هذه الجبهة، وهو الآن يقف على رأس هذه المنطقة العسكرية، وبالتالي سيكون بكل تأكيد مردود حماسه ونضاله وخبرته لصالح المنطقة العسكرية إلى أن تتغير الخارطة لصالح الشرعية في محافظة تعز. المنطقة الآن نشهد ترتيب شامل، ترتيب المنطقة العسكرية، ترتيب قاعدة العدد، وبالتالي ترتيب العمليات العسكرية في اتجاه كرش وفي اتجاه تعز. وأؤكد لك أن الأيام القادمة ستكون حبلة للمفاجآت السارة والمفاجآت الكبيرة لصالح انتصار الشرعية، وقد بدأها أبطال تعز، وتأتي هذه القرارات كداعم وكرافد واستجابة لطموحاتهم ولحماسهم الذي رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية، وسنشهد تطورات أكبر خلال الأيام القادمة. طيب أستاذ عبد الرقيب، قلت في تعليق لك ربما نشير على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يخص هذه القرارات والتعيينات أنها ربما تعطي إشارة إلى انتهاء الدور الإماراتي وبدء الدور السعودي فيما يخص تعزيز الشرعية، ما علاقة السعودية والإمارات بهذه التعيينات؟ نعم يعني هذا كلام يعني أكيد وواضح. اليوم نشهد يعني ظهور أو إبراز إلى المشهد، يبرزون إلى الصف الأول قيادات الشرعية من العيار الثقيل الذين لا يعترفون، ليس لهم تلك الأمراض الماضوية، أمراض البرانيل والحدود الشطرية
الذين لهم مآثر وبطولات وطموحات ودماء وتتجاوز كل الوطن، وبالتالي عورة هؤلاء رجالات الشرعية، رجالات الرئيس هذه أن يظهروا إلى مقدمة المشهد. إذا نحن نشهد تغييرا جديدا، هو ظهور الشرعية بما يمثله من الدعم قائدة التحالف المملكة العربية السعودية، وتراجع ذلك الدور الذي لم نكن راضون عنه ولم يكن راضي عنه شعبنا، ورأينا له بعض التصرفات التي ليست على خط عاصفة الحزم، وليست على خط المشروع الوطني، وليست على خط مشروع الشرعية لكل الوطن. تقديم ثابت جواد، تقديم فضل حسن، هذا يؤكد أننا أمام مشروع جديد، هو تقدم المشروع الوطني، تقدم مشروع الشرعية، تقدم المشروع السعودي، وعودة لذلك المشروع الذي لسنا راضون عنه ورأينا له تصرفات كالتهجير المشينة، بعض التصرفات في عدن، بعض التصرفات على الحدود، تراجع الدور الإماراتي وتقدم المشروع الوطني. طيب أستاذ عبد الرقيب، أن تقرأ عندما تقرأ القرارات من هذه الزاوية، زاوية ربما مزيد من تعزيز الدور السعودي، تراجع للدور الإماراتي وأمور أخرى أيضا، ألا يعتبر عندما يكون هؤلاء القادة العسكريين لهم بعض الولاءات أو الانتماءات أو محسوبين على بعض الأطراف، ألا يعتبر هذا عيب وخلل ربما؟ لا، لم أفهم السؤال. عندما تتحدث أنت الآن ربما أنهم هؤلاء رجال الرئيس هادي ويعززون الرغبة المتوفرة لدى الرئيس هادي وسياسته وأجندته، وربما تراجع لدور إماراتي وتقدم لدور سعودي وما إلى ذلك، عندما يحسب هؤلاء القادة العسكريين على بعض الأطراف أو الأجندة، ألا يعتبر ذلك عيب؟ ربما هو الهدف الرئيسي أن يحسبوا ربما على المؤسسة العسكرية، ربما المؤسسة الوطنية، يعني يكون لهم دور وطني. أنا 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 أتحدث عن الرئيس هادي باعتباره رمز الشرعية، باعتباره مظلة شرعية، لا أتحدث عن الرئيس هادي باعتباره شخص أو باعتباره ولاء أو شخصي أو انتماء سياسي، أتحدث عن الرئيس هادي باعتباره رمز الشرعية التي تظلنا جميعا والتي ارتضيناها جميعا، وتمثل إجماع للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية وللطامحين إلى اليمن الواحد المستقر، بعيدا عن الميليشيا وبعيدا عن الانقلابيين، بعيدا عن الطائفيين. الرئيس هادي ما يمثله من مشروع، وليس ما يمثله شخصه، وبالتالي هؤلاء المحسوبون على الرئيس هادي إنما يحملون مشروع الرئيس هادي، وهو هدف انتصار الشرعية لكل الوطن. لا يجب أن نكون صريحين، بعض التصرفات التي رأيناها في عدن ورأيناها على الحدود ورأيناها من بعض قيادات في المقاومة في عدن، تصرفات مناطقية عنصرية لا تمثل المشروع الكبير الذي نحمله جميعا. وبالتالي أن يأتي ثابت جواد الذي له مآثر في شمال الشمال وفي صعدة، أن يأتي فضل حسن الذي ضحى في صعدة ويتقدم المشروع ويكون هو عنوان الشرعية، أنا أطمئن أن المشروع اليوم هو مشروع الشرعية الكبير، وليس مشروع الكانتونات، وليس مشروع البراميل، وليس المشروع القاصر الصغير الذي تعثر في كرش وتعثر في عدن. طيب سأعود لك أستاذ عبد الرقيب، أعتذر ربما عن انقطاع التواصل مع اللواء محسن خسروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كان معنا من مارب من مركز قيادة الجيش الوطني، سنحاول التواصل معه، وينضم إلينا الآن من القاهرة زميل الصحفي عبد العزيز المجيدي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور أستاذ عبد المجيد. إذن قيادة جديدة للمنطقة العسكرية الرابعة، أثر هذه التغييرات على مسار الوضع العسكري تحديدا في تعز برأيك؟ أعتقد بأن مسألة التغييرات التي حدثت مؤخرا تأخرت كثيرا بالنسبة لما يحدث في تعز، وكان هناك إلحاح ووضع كان يجب مواجهته بشكل سريع من قبل الرئيس هادي خلال المرحلة الماضية، ما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها المنطقة العسكرية الرابعة مع ما يحدث في تعز، وحالة الفصل التام بين ما يجري في تعز وبين المنطقة باعتبارها هي أيضا منطقة عسكرية إدارية كان يفترض أن تقوم بالإشراف على ما يجري في محافظة تعز. علينا أن أعتقد أن نركز على مسألة بطء استجابة هادي لكثير من التحديات الميدانية والعسكرية في كثير من المناطق، وهو بالتأكيد ربما يواجه ضغوطات كثيرة تتعلق بمسألة التوازن بين مختلف الأطراف وإعادة توزيع
المواقع والمناصب وفقا لضغوطات داخلية خارجية من هذا القبيل. لكن في النهاية أعتقد كان ينبغي أيضا أن تكون هناك الأولوية بدرجة رئيسية للمعركة العسكرية على الأرض، سيما وأننا في حالة حرب، وكلما طال أمد الحرب كلما دفعت البلد ثمن أكبر. التغيير الأخير أعتقد بأنه بالتأكيد يمكن أن نرى أثره بشكل مباشر في حال رأينا تحركات حقيقية على الأرض في محور كرش الراهدة ومحور ذباب باب المندب. أعتقد إذا ما شاهدنا خلال المرحلة المقبلة تحرك للقطاع العسكرية والوحدات باتجاه هذه المناطق، يمكن أن نتفائل وأن نقول بأن هناك تغييرا حقيقيا في المقاربة العسكرية للوضع في تعز، سيما وأن المحافظة تركت وفقا لحسابات لا نعرف تحديدا بالضبط ما الذي كان يقف وراء حسابات تأخير تحرير تعز، خاصة وأن هذه المحافظة كانت تمثل ولا زالت مفتاح النصر لليمن بشكل كامل. عادة عندما تخوض حربا فعليك دائما أن تحاول تحقيق وكسب الهدف بأقل قدر ومن الجهد والوقت الممكن. طيب. لكن رأينا تحالف ومعركة تجنبت السير في الطريق الذي يمكن أن يقود إلى أقرب هدف لتحقيق النصر، وذهبت باتجاه حسابات و طرق انتفافية حتى طيب. الآن أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه. أستاذ عبد العزيز سأعد لك فقط نعم. سؤال أخير نعم. للأستاذ عبد الرقيب الهدياني من عدن قبل أن نختم معه حتى أعود مرة أخرى للواء محسن خسروف. أستاذ عبد الرقيب في دقيقة، أنت تتحدث أنك متفائل كثيرا وأن الأيام القادمة ستحمل كثير من المفاجآت بالنسبة لقراءتك لهذه التعيينات وما بعدها فيما يخص موضوع الحسم العسكري، هل فقط بنيت هذا التفاؤل على هذه التعيينات أم ربما هناك مؤشرات ومعطيات أخرى يمكن أن تطلعنا عليها أن تكون دافع نحو الاستبشار كثيرا بالمرحلة القادمة؟ كان هناك حديث عن ضغوط ربما تمارس من أجل حجم التقدم العسكري. يعني هناك الكثير من المؤشرات التي نراها على أرض الميدان في تعز أن المقاومة في تقدم، وكل يوم تجترح يعني انتصارات وتحرز تقدما يوما بعد آخر، بالطرد وبالمقابل الانقلابيون في حالة تراجع وتدهور. التغييرات التي حصلت على مستوى تعز فرضت تغييرات إدارية على مستوى المنطقة العسكرية بالكامل. فشل الهدنة التي كان يعول عليها الحوثيون، الدعم الدولي الذي أتى ليضغط مقابل إنقاذ الانقلابيين وصل إلى طريق مسدود، لم نجد أمامنا اليوم إلا أن نواصل المعركة. وبالتالي جاءت هذه القرارات، وهناك الكثير من المعلومات، أن يأتي هؤلاء القادة إلى مقدمة الصفوف بكل تأكيد سيحملون الجديد وسيحملون المفاجآت السارة. هناك الكثير من التأكيدات العسكرية من مقربين من القيادات تؤكد أن هناك دعم قادم، وهناك تفعيل كبير سيكون على مستوى جبهة تعز بالذات، ويعني تأكيدات كثيرة أن تعز يجب أن يتغير فيها الحال. عانت كثيرا، نزفت كثيرا، ضحت الكثير. هذا واضح استاذ عبد الرقيب، اعذرني على المقاطعه، شكرا. كثير من الـ من الـ من الالم، وبالتالي يجب ان يتغير وتنتصر. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الرقيب الهدياني الزميل الصحفي، كنت معنا من عدن واعتذر على المقاطعه. اعود مره اخرى الى القاهره الاستاذ عبد العزيز المجيدي. استاذ عبد العزيز، هناك من ينظر الى ان هذه التعيينات الجديده ربما تعكس حاله ايجابيه من التوافق والانسجام بين قيادة الشرعية فيما يخص التفاؤل بالمرحلة القادمة فيما تحقيق نتائج عسكرية وتغيير موازين القوى، إلى أي حد هي قادرة على إظهار ذلك وأن نشهده واقع ملموس ربما بعيدا عن التحليلات؟ هو على مستوى الأشخاص، نحن بصدد الآن شخصيات عسكرية مغربة وكفؤة ولديها نزعة وطنية إلى حد كبير. نحن نتحدث عن ثابت جواس، وهذا رجل مشهود له رجل قائد محنك ومن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في هذا الجانب.
بالإضافة إلى فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة المعينة أخيرا. هذه الشخصيات لا يمكن أن تعمل بعيدا عن الإرادة، لأننا نتحدث عن قيادة عسكرية هي تعتمد بدرجة رئيسية على التراتبية العسكرية وطبيعة الأوامر التي تتلقاها من القيادة العليا للجيش. بالتالي أي عمل يمكن أن يحدث خلال الفترة القادمة هو سيعتمد على الإرادة السياسية، والإرادة السياسية أيضا من خلفها التحالف. هل تقرر أخيرا الإفراج عن تعز من قبضة الميليشيات؟ هذا ما يمكن أن نرى خلال الفترة المقبلة. حتى الآن سؤال نتركه برسم الأيام المقبلة أستاذ عبد العزيز. أنا هناك نقطة رئيسية، حتى الآن لم نشاهد سوى قرارات وإعلانات لم تنعكس على الأرض. مثلا لا زال طرق الإمداد حتى الآن بالجيش الوطني ليس هناك أي حالة من الإمداد مثلا سجلت خلال الفترة الأخيرة، بالذات خلال الثلاث أو الأربع الأيام الماضية. هناك جيش ومقاومة وطنية تقاتل 13 و14 لواء داخل المدينة، ومع ذلك تستنزف في كل الجبهات، ولم نشاهد أي شكل من أشكال الإمداد والدعم سواء سيما بالسلاح الثقيل. تطور أنت اللواء 35 مدرع للمرة الأولى يحصل على مدفع هاوزر من قبل قائد عسكري وليس من قيادة هيئة الأركان ولا من المنطقة. شكرا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي. بمعنى أن الكثير من المناطق في تعز لا زالت تحصل على السلاح بالشحن وليس من خلال القيادة العسكرية الشرعية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي، كنت معنا من القاهرة، وأعتذر عن المقاطعة. لم يعد لدي إلا دقيقة واحدة أختم بها مع سيادة اللواء محسن خصروف. سيادة اللواء، كنا نتحدث وتحدثت معنا بشفافية في أكثر من مرة عن ضغوط كانت ربما تمارس من أجل كبح أي تقدم في المسار العسكري. هل يمكن الحديث ونحن نحلل هذه القرارات، هل انتهت الضغوط؟ هو الضغوط لم تنتهي، ولكن قل هل انتهت المساومة على هذا الموضوع الوطني الكبير؟ أنا أتصور أن القيادة السياسية العسكرية بعد فشل الهدنة الأخيرة والتجربة الرائدة في نجاح كثير من العمليات في تعز بعد أن نالت قدر من الدعم الجوي القوي من دول التحالف، ووصلت أيضا وصل دعم لوجستي، عشان كذا هم ناس، هناك من يقول أن الذين يقاتلون في تعز ليسوا أبناء تعز وليسوا مقاومة أو جيش وطني، وهذا الكلام غير صحيح 100%. أبطال الحرب والانتصار والقتال في كل جبهات تعز هم أبناء تعز، أبناء اليمن من كل أطوار الطيف وأصحاب الفضل. طيب. الحالمة ومحيطها. أختم معك بهذا السؤال سيادة اللواء، هذه التغييرات هل تكرس خيار الحل العسكري؟ لا تكرس خيار الخيار السلمي، خيار رقم واحد، ولكن إذا باعتبار أن الانقلابيين قد اختاروا الحل العسكري أو رفضوا كل الحلول السلمية، فبالتأكيد أن هذا يعزز موقف الجيش الوطني، يعزز من انتصاراته، ويمكنه من إحراز العديد من الانتصارات قريبا إن شاء الله. ويكفي أن القائدين العسكريين في العند وفي المنطقة العسكرية الرابعة هم أصحاب تاريخ في مقاتلة الانقلابيين منذ فترة طويلة، بمعنى أن تاريخهم وطني واسع، ولذلك رؤيتهم أوسع وأشمل من المنطقة أو الحيز الجغرافي الضيق يعني. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه المعنوي، كنت معنا من مركز قيادة الجيش الوطني في مأرب. وأيضا الشكر موصول لضيوفي في هذه الحلقة، الأستاذ عبد الرقيب الهدياني وأيضا الأستاذ عبد العزيز المجيدي. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، في الختام تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم، كونوا بخير.